بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنتابع إن شاء الله ما بدأناه في المرة السابقة، فلقد رأينا كيف نقوم بتحرير نوافذ البرنامج، وكيف نقوم باختيار فضاء للعمل، أو كيف نقوم بإنشاء فضاء جديد للعمل وإضافته هنا إلى لائحة فضاءات العمل، ثم كيف نقوم بحذفه تماما إذا رغبنا في ذلك. أما الآن فسوف نتعرف على بعض أيقونات شريط الأدوات. فشريط الأدوات هنا به بعض الأيقونات غير مفعلة وبه أيقونات مفعلة كما تشاهدون في هذه الجهة. شريط الأدوات يمكن إظهاره ويمكن إخفاؤه انطلاقا من قائمة فنتر، ثم تفعيل الأمر أوتي كما هو في هذه الحالة، أو إزالة تفعيل الأمر أوتي كما ترون إخفاء لشريط الأدوات. سوف نقوم بإظهار هذا الشريط. نعم، الأيقونات المكونة لهذا الشريط المفعلة هي Form Don't و Multipiece. فأما أيقونة Form Don't فنستعملها إذا أردنا أن نقوم بتسجيل ملف صوتي هنا في فضاء العمل، أو إذا أردنا أن ندرج ملفا واحدا للعمل. أما أيقونة Multipiece فيمكننا استعمالها إذا أردنا أن نعمل على مجموعة من ملفات الصوت في آن واحد، فسنقوم بالتعرف عليها بشكل مفصل في الدروس اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الآن فسنقوم بالضغط على أيقونة Form Don't. تظهر لنا هذه العلبة، فهي تفيد بأننا سنقوم بإنشاء ملف جديد من أجل أن نقوم بتسجيل صوت على هذا الملف. هذه المعلومات الموجودة أمامكم سوف لن نتكلم عليها في هذا الدرس، بل سنتكلم عليها في الدروس المناسبة لذلك. سأقوم بالضغط على الأمر OK، فتظهر هذه الواجهة المخصصة لإنشاء ملف صوتي جديد. فعند الضغط على هذه الأيقونة يظهر لنا تسجيل الصوت. أما إذا أردنا أن نقوم بإدراج ملف صوتي فنلجأ إلى قائمة فيشيه ثم اختيار الأمر أوفرير، سنختار ملف صوتي. نعم، تلاحظون بأن الملف الصوتي يظهر بشكل تموجات أو شكل موجات هنا في واجهة البرنامج. سنقوم ببعض التعديلات على هذه الواجهة. مثلا إذا أردنا أن نغير اللون من هذه التموجات، وإذا أردنا أن نغير الخلفية هذه التي تظهر باللون الأسود، كذلك إذا أردنا أن نغير شدة لون واجهة البرنامج. فلفعل ذلك كله سنلجأ إلى قائمة Edition ثم اختيار الأمر Preference و من بعده الأمر جنرال. نذهب إلى الأمر الثاني Aspect. كما تلاحظون هنا بعض الألوان الظاهرة هنا لكي نقوم بتغيير هذا اللون الأزرق، سنقوم بتحديد جزء من الملف. سأعود إلى نفس الواجهة Aspect. هذا اللون الأصفر هو لهذه التموجات كما تلاحظون، سأقوم بتغييره بالضغط عليه واختيار لون مفضل كما تلاحظون، فإن هذا اللون يتغير في واجهة البرنامج. نعم، اللون الأسود كما قلنا هو لخلفية هذه الموجات الصوتية كما تلاحظون. نعم، وهذا اللون هو لتحديد الموجات الصوتية كما تلاحظون الآن. أما اللون الأحمر هنا فهو لهذا المؤشر الذي يقوم بالتحرك أثناء القراءة، فهنا باللون الأحمر كما تلاحظون سأقوم بتغيير اللون أصبح باللون الأصفر
نعم وهكذا. إذا اخترنا مجموعة من التعديلات في الألوان فيمكننا تسجيل ذلك التغير. سأقوم بتغيير مثلا هكذا، تغيير الواجهة بهذا اللون، تغيير التحديد وتغيير مؤشر القراءة مثلا هكذا. إذا أردت أن أحافظ على هذا الاختيار أو هذه الإعدادات التي قمت بإنجازها، يمكنني تسجيل تلك الإعدادات بالضغط على هذه الأيقونة ثم اختيار اسم لهذه الواجهة الجديدة أو هذه الإعدادات التي قمت بإنشائها. Mon choix numéro 2 هكذا. نعم، يعني إذا أردت أن أختار الحالة الأصلية فيمكنني الضغط على هذه الأيقونة ثم اختيار Par Default. كذلك هناك بعض الاختيارات التي يقترحها علينا البرنامج كما تشاهدون. نعم، والإعدادات التي قمت بإنشائها هي مسجلة تحت هذا الاسم، لكي أعود إليها أضغط عليها هنا في اللائحة فتعود تلك الإعدادات. أما بالنسبة للون البرنامج هذا الذي يظهر هنا باللون الرمادي، فيمكننا أن نغير من شدته، فنلجأ إلى هذا المؤشر ونزيحه إلى اليمين فيعطينا لونا فاتحا، أو نزيله إلى اليسار فيعطينا لونا قاتما كما تلاحظون هنا. أفضل أن أجعله في النسبة 50%، وهكذا. هذه الأيقونة تفيد بالضغط عليها كما تلاحظون يعطينا الألوان، يعني فيها تداخل بين اللون الباهت واللون القاتم. إذن يمكنكم اختيار ما تشاءون في هذه الواجهة بالنسبة للإعدادات لواجهة البرنامج. نعم، هذه الواجهة هي التي قمت بإنشائها في أول الأمر. أما واجهة ملتي بيست فعند الضغط عليها كذلك تظهر بعض الإعدادات التي سنقوم بجعلها كحامل لملفات الصوتية التي نريد الاشتغال عليها، فلن نتطرق إليها في هذا الدرس. أضغط على OK فتظهر لنا هذه الواجهة، ثم سنضيف مجموعة من الملفات الصوتية لكي ندرجها في هذه الأسطر الواضحة أمامكم. سأقوم بفتح مثلا هذه المجموعة، سأعود إلى واجهة ملتي بيست، أضغط على هذا الاسم فتظهر لنا هذه الواجهة. إذا أردت أن أشتغل على الملفات الصوتية فيكفيني أن أضغط على الملف الصوتي ثم سحبه إلى هذه الجهة. نفس الشيء بالنسبة للملفات الأخرى، إذن واجهة ملتي بيست هي خاصة في العمل على مجموعة من الملفات الصوتية دفعة واحدة. سنقوم بالتعرف عليها بشكل مفصل في الدروس اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك هذه العارضة أو هذا الشريط في الأسفل وهو يسمى بباغ ديتا. إذا أردنا أن نخفيه يمكننا اللجوء إلى أفيشاج ثم اختيار الأمر باغ ديتا ثم اختيار أفيشي. نعم، لقد أزيلت من هذا المكان. إذا أردنا أن نعيدها فنضغط على باغديتا ثم الأمر أفيشي. إذن لقد قمنا بالتعرف على كيفية تحرير واجهة البرنامج بشكل سريع، وفي الدروس اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى مفهوم هذه النوافذ وكيفية عملها وفهم هذه المكونات التي تكون هذه النوافذ. فإلى ذلكم الحين
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.